منتابع إذا اليوم علمنا الصباح مثل العادة نهار الأحد عندنا فقرتنا الرياضية 1 2 3 اليوم بغياب هبة إنما بعتقد الموضوع جدا رح يعود كيف ما نحرق دهون بالصيفية ضيفنا المدرب الرياضي إدوار نصر صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك نقطع على السطر كيف ما نحرق الدهون معك 24 ساعة لحتى نحرق لنا شي 3 4 كيلو لا أكيد هذا موضوع يعني دائما عليه إذا بدك هيك جدل إنه بيطلعوا وما بنعرف كيف وليش وبأي سرعة وبعدين بنفوت بهالديباجة إنه بنقطع الأكل بنوقف أكل ولا بنعمل رياضة أي نوع رياضة هيدي دائما الأسئلة يلي بتنطرح على الجميع هلا بعرف إنه في فرق بين السيدات والرجال شوي بهذا الموضوع تقريبا شوي يعني قديش وكميات يلي بتنحرق وكيف وبعدين المناطق يلي كمان بيتكدس فيها الدهون صحيح من وين بتحب انه نبلش اول شيء الشيء اللي بدي اقوله انه الفات او الدهون تتراكم بجسمنا هي من ورانا نحن من ورا شو عم ناكل بالنهار ومن ورا قله الحركه او عدم مزاوله الرياضه بشكل بيروديك او منتظم سو ما حدا في يجي ينق اذا فينا نقول ويقول انا عندي دهون لانه هيدا من ورانا نحن سو اذا نحن بدنا نحرق دهون بدنا ننطلق اول شيء من موضوع الاكل بده يكون منتظم هلا بنحكي شوي عن الاكل وما نحكي اكيد اكثر عن موضوع الرياضه شو الرياضه اللي لازم نعملها مشان نحرق دهون شو الوقت اللي لازم نمارس فيه الرياضه اي ساعه كل هالتفاصيل رح نحكي هلا فيهم اذا بدك بنبلش نحكي خلينا نبلش بموضوع يعني النظام الغذائي واحد اذا عارف حاله انه بحب ياكل اشياء فيها دهون فيها كالوريات كثير والى اخره طب هيدا الشخص طبيعه الاحوال بده يتراكم عنده مزبوط اوكي هلا بالنسبه بلش يسال حاله شو عم باكل 100% هلا بالنسبه لموضوع الاكل نحن بنعرف نحن كرياضيين على طول بنقول للعالم انه 70% من جسم الانسان هو بيكون بالمطبخ و30% من الرياضه سو 70% هو قد ايه نحن بنهتم باكلنا هلا موضوع الاكل هو مش من اختصاصنا بس انا رح احكي عن موضوع ريليتد لموضوع الفات اللي بتراكم بالجسم شو الاشياء اللي بتتجنبوها يعني exactly. من هالطريقه نحن اهم شيء غدا هو ناس بس بتخاف من موضوع الدهون او الزيت الموجود بالاكل اذا كان مقلي او سمنه او زبده بس هي في مشكل اكبر من هيك يلي هو الكربوهيدرات نقصد فيه الخبز العجين واكيد السكر المشروبات الغازيه يلي فيها كثير سكر هول كلهم بتحولوا لفات لانه مش بس وقت ناكل سمنه وزبده بصير في عندنا فات بجسمنا الفات بيعلى كثير وقت ناكل كربوهيدرات لانه نحن بكل مره اكلنا كربوهيدرات او سكر تنبسطها بيعلى عندنا الانسولين هالهرمون الموجود بجسمنا وقت يعلى الانسولين بجسم دايركتلي الاكل اللي عم ناكله بده يتحول لفات ستورج مشان هيك في كثير لينك قوي بين الفات اللي بتراكم بالجسم وبين نوعيه الاكل سو هون نحن بنقول للمشاهدين لو قد ما عملتوا رياضه اذا ما انتبهتوا على موضوع الدهون وعلى موضوع الكربوهيدرات ما بتلاقوا نتيجه أوكي. هون يعني ايه لانه الناس دغري بتفهم انه هلا انا بوقف كل هول هون بدنا نحكي شوي على سريع على موضوع الكربوهيدرات الكربوهيدرات هو نوعين مبدئيا يعني في عندنا السمبل والكومبلكس نقصد بالسمبل هو السكر هذا السكر الموجود السكر الابيض الموجود يعني بناكله نحن اجمالا كثير من الاكل موجود بالكاتشب وموجود بقصص يعني مقشوعه ومش مقشوعه هيدا بيعمل سبايك للانسولين او بيعلى الانسولين دغري بجسمي وبالتالي دغري رح اعمل ستورج للفات بدي اتجنبه واستبدله بالكومبلكس كربوهيدرات نقصد فيه يعني بدل ما ناكل رز ابيض بدنا ناكل رز اسمر لانه الابسوربسيون بيكون بطيء وبالتالي الانسولين ما بيعلى كثير بسرعه وبالتالي ما بفوت بالسيركل او بالديباجه تبع انه جسمي عم بيعمل ستورج للفات سو لا مش انه ما بدنا ناكل بس ما نعرف نختار الاكل يعني والكميات وهيك يعني أكيد. ما في كمان واحد يقعد بالمره بلا سكر بالنهار مزبوط بس هلا اذا اضطرينا ناكل سكر لا فينا نعيش بلا سكر فينا ناخذ سكر من ورا الفواكه بدك تعودي هلا فينا ناخذ سكر هي صعبه اجمالا فينا ناخذ اذا اضطرينا ناخذ سكر ما ناخذه من عشيه نجرب ماكسيموم الساعه 4 أو 5 حتى لموضوع الفواكه يعني لازم الفواكه ما تكون ناخذها بساعات مؤخره لانه هي نحن ما انا بحاجه لهالانرجي اللي بيعطينا اياها الفواكه سو على طول بنتجنب ناخذ فواكه بعد الساعه 4 واكيد بدنا ناكلها بقشرتها لانه وقت تكون فيها الفايبر بتخفف من الامتصاص السريع وبالتالي ما بيعلى الانسولين رح نكتفي هالقد بس بموضوع التغذيه لانه مش اختصاصنا بس قلنا نحن شو الاشياء اللي بتبعده عنا اكزاكتلي
هلا بالنسبه لاي موضوع بدك تحكي فيه؟ بدنا نحرقهم. رياضه كيف بدنا نحرقهم؟ بدنا نحرقهم. اوكي هلا عندي سؤال يعني كمان حتى هيك حتى انه نحن هلا رح نشوف الرياضه والى اخره، بنعمل سبور وهيك كمان شغله لموضوع، بس قبل ما نختم موضوع الاكل، انه انا رحت عملت ساعه ساعتين سبور بيجي بقول انا حرقت كالوري، برجع على البيت باكل الاخضر واليابس. لا اكيد هذا هون في غلطتين. اول غلطه نحن وقت نعمل سبور حسبي حرقنا 600 كالوريز بالسبور، ما لازم نعوضهم كمان 600 كالوريز والا ما بنضعف. الا الاشخاص يلي عندهم ديجا وزن مزبوط ستابل فيهم يعوضوهم، يعني اذا حرق 600 كالوريز فيه ياكل 600 كالوريز. بس الاشخاص يلي بدها تنزل بالوزن ما فيها تاكل 600، بدها تاكل 400 او 450. هيدي 1 2 كمان الاكل قبل الرياضه كمان ما كثير منيح. ليش؟ لانه انا اذا رحت اعمل سيشن رياضه، اذا انا اكلت ورحت رح احرق اللي اكلتهم، فكمان انا الفات اللي عندي بجسمي ما رح ينزل. يعني الايديا او الفكره بدي اوصلها انه انا بدي احرق الاستراتيجي اللي عندي. اكيد مشان هيك قبل نحن اكيد بناكل، بس ناكل ميل بسيطه ما فيها ابدا كربوهيدرات سمبل، ناكل مثلا كمشه ناتس، ناكل فينا شويه رز اسمر، ناكل شيء بسيط او موزه، هول بيعطونا انرجي بذات الوقت ما بيعلونا الانسولين كثير. لانه انا هدفي من ورا هالسيشن الرياضه عم اكيد عم احكي للاشخاص اللي بدهم يخسروا وزن مش الاشخاص اللي عم بيعملوا مينتننس، انا هدفي اذا خسرت 600 كالوريز بهذه السيشن الرياضه ما عوضها لا قبل ولا بعد. هلا كمان هون بدي اعطي تب صغيره غاده، انه الوقت اللي بنعمل فيه رياضه كثير بياثر. عم نحكي الرياضه تبعيد حرق الدهون ومش رياضه بناء العضل. بالنسبه لحرق الدهون، الاشخاص اللي عندهم وقت كثير كثير مهم يعملوا رياضه الصبح على الريق. الرياضه على الريق ليه هيك انصدمتي؟ على الريق رياضة الكارديو عم بحكي مش رفع الاثقال، إذا فينا نعملها على الريق كثير منيح. بتتعب وحتعبان بدون ما يكون آكل ولا شيء، ولا هي ما بتتطلب كثير مجهود، أنا بنقصد فيها المشي السريع. أوكي. لأنه إذا نحن كنا عم نعمل رياضة على الريق، بنرجع لموضوع الأنسولين رح كثير ركز عليه، لأنه هو السبب الأساسي يلي بخلي نعمل فات بمعدتنا أو بالأماكن اللي تراكم فيها الدهون. سو نحن على بكره وقت نكون نايمين لكذا ساعه، 6 7 أو 8 ساعات، الانسولين بيكون واطي لانه ما بيكون فات اكل على جسمنا. طيب. سو انا اذا قمت على بكره بلشت اعمل رياضه الصبح على الريق، الانسولين كثير واطي، وان فوق الانسولين كان واطي رح احرق دايركتلي فات، بينما اذا اكلت وعلي الانسولين، الانسولين هو مثل ال هو 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 السبب يلي عم بيخلينا ما نحرق فات كثير، وهو بيشتغل ضد الجروس هرمون او جي اش اللي هو كمان نحن جسمنا بيفرزه بالليل، وهيدا الهرمون يلي بيفرزه عند الشباب وعند البنات يلي هو مسؤول عن بناء العضل وعن حرق الدهون، وكمان وقت يعلى الانسولين بيوقف شغله للجي اش، وبالتالي كمان ما عم نحرق دهون. سو الاشخاص اللي فيهم يعملوا رياضه على الريق بيكونوا كثير منيح. هلا بما انه كثير صعبه وبين منك انت انه في اشخاص صعبه يعملوا رياضه على الريق، إذا فينا نعمل رياضة نكون تقريبا صايمين شي ساعتين ثلاثة بيكون أفضل. أوكي. بس هون كمان بدي أعطي تب صغيرة، إذا كنا على الريق 30 دقيقة كارديو هذا الحلو بتكفينا، بينما إذا كنا أكلين بدنا ساعتها 45 دقيقة منهم. عظيم. أوكي؟ أوكي. سو هذا بنحكي عن وقت الرياضة. طيب، فيني أسألك سؤال شخصي معلش، شو بتاكل بالنهار؟ هذا أنا كثير بيسألوني السؤال، أنا يعني خزلعين عليك لأنه جبتي ووزن ويعني لا بتاكل ناكل، يعني نحن ما بنحرم حالنا، بس انا مثلا اذا بحق لي 3000 كالوريز بالنهار بكلهم، بس بيكونوا هيلثي كالوريز، بتجنب قد ما في قصص المقليه، بتجنب كثير الكربوهيدرات وكله بيستبدله، يعني انا وجبتي بدل ما تكون رز ابيض فيها تكون رز اسمر. أوكي. بدل ما اعملها على النار مع زيت والى اخره فيني اكلها مسلوقه، يعني يعني الاكل ما بنحرم حالنا من الاكل، بس من الاساس بنعرف نختار الاكل ما ناكله. وانا هون بنصح كل المشاهدين قد ما فيهم يبتعدوا عن الكالوريات اللي بيجوا من وراء المشروب، ان كان العصير، لانه هيدا بنقدر، يعني انا فيني اكل ليمونتين مثلا، بس بالعصير باكل 6 ليمونات ما بحس بكون عم فوت كثير كالوريز. وبما انه حكينا كمان عن الدرينك بدي احكي عن موضوع الالكول، لانه موضوع الالكول كثير مهم بالنسبه لموضوع الفات لسببين، لانه الالكول اول شيء وقت يفوت على الجسم هو في سعرات حراريه هائله، وبكل مره كانوا السعرات الحراريه كثير كثار اكثر من الديبونس كالوريك تبعولنا بالنهار، هون رح نعمل فات. سو هذا اول سبب بخلينا نعمل بس صيفيه الشبيبه بدهم يظهروا انا بيجي لعندي كثير شباب بالجيم بيقولوا لي عم نعمل كثير سبور بس بطنا ما عم بروح، بسالهم بيكونوا عم يشربوا الكول كثير على البحر او بالجبل. سو الكول في كثير بقلبه كالوريات، هذا مشكل كثير كبير، وبلس غير هيك كمان بعد اضرب هو وقت ناكل ونشرب الكول، بما انه الكول هو شيء كثير سيء للجسم، الجسم بده يتخلص منه اول شيء، سو بالتالي ما بقعد يحرق الاكل اللي اكلناه كمان، يعني صرنا عم نعمل فات بجسمنا من ورا الالكول ومن ورا الاكل. سو انا بنصح كل العالم قد ما فيهم يتجنبوا الالكول. او قد بتعمل سبور بالجمعه؟ انا كل يوم بعمل سبور، كل يوم تقريبا شي ساعه ونص.
كل يوم ساعة ونص؟ ايه بس ما تصعبها كثير. نحن بروفيشنال. لا الاشخاص خلينا لا انا برجع بدنا نحرقهم للكالوريات بس مش بقصد. الاشخاص العادية اللي منهم بروفيشنال نحن بنقول لهم اذا بيعملوا اربع ايام بالجمعة سبور هذا الشيء كثير منيح، واذا عملوه على رقم نص ساعة مشي سريع بكفيهم، واذا كانوا اكلين لانه اكلت العالم ما عندها وقت الصبح، ساعة كثير منيحة وبتصور كل حدا عنده ساعة بالنهار، يعني اذا واحد قفى حيلا شيء على التي في يعني بركي مسلسل او اخبار مثلا بيقدر يعمل ساعة سبور، يعني كل حدا عنده وقت يعمل هاي ساعة السبور بده يشيل من شيء ثاني حتى التايم مانجمنت هيدي اهم شيء. طيب نحن يعني اكثر شيء اللي بنعرفه ركض او مشي يلي هن ابسط الامور، بس في اشياء ثانيه هلا رح تعطينا اياها اكزرسيسات. بس قبل ما اعطي الاكزرسيس خليني احكي عن نوعيه الرياضه بتحرق الدهون، لانه مش كل انواع الرياضه بتحرق الدهون، يعني نحن تنحرق الدهون غدا في ثلاثه كونديسيون او ثلاث شروط بدهم يجتمعوا مع بعضهم بذات الوقت تيحرقوا دهون، يلي هن الهارت ريت او نبضات القلب بدهم يكونوا عم يدقوا بطريقه مش كثير عاليه، يعني اذا انا عم بعمل رياضه ووصلت لهذه المرحله بكون كثير عم بحرق، بكون كثير هارت ريت عالي، بالتالي بصير احرق سكر من جسمي او كاربز مش فات، سو بدها تكون معتدله، نحن بنقول 60 ل 70% من الماكسيموم هارت ريت من دقات قلبنا مش اكثر، يعني اذا تعطي افرج هي في فورميل بسيطه حسب عمر الانسان، بس اذا حدا عمره تقريبا 30 سنه لازم يشتغل على نبضات قلب 125. لكن نبضات القلب بدها تكون نون ستوب، يعني هل نص ساعه اللي عم نمشيها او ال 45 دقيقه مش نرتاح بنص ساعه؟ ايه ممنوع نرتاح، بدها تكون نون ستوب. والوقت يعني مثل ما قلنا اذا كنا اكلين 45 دقيقه واذا مش اكلين 30 دقيقه. تفضل. اوكي فينا نبلش؟ فينا نبلش. لكن هلا بس بدي اقول شغله للمشاهدين انه نحن الحركات اللي رح نعملها هلا على الارض هي مثل ما حكينا قبل مع غادة ما بتحرق دهون بس بتشد المناطق يلي بتراكم فيها الدهون، لانه تنحرق دهون صرنا كلنا نعرف تنحرق دهون في عنا ثلاث شروط هلا بعد ما حكينا فيها بدنا نطبقها بالسيشن، والا ما نحلم نحرق دهون. رح بلش قلنا شي 2 3 كالوري يعني بنحرق كالوريات بس ما بنكون عم نحرق دهون. أوكي. بس كمان غادة قبل ما بلش بالحركات بدي احكي بس كثير صغيره، الاشخاص خاصه لانه في حراره كثير عاليه، الاشخاص اللي عم يلبسوا سونا سوت او الثياب يلي بتعرق كثير خطر، ما بتحرقوا ابدا فاد، بالعكس انتم عم تحرقوا او بالاحرى عم تخسروا المي بجسمكم، وهذا الشيء منه ابدا مزبوط. رح نبلش باول حركه يلي هي الدهون بتراكم على المعده، شو هي اهم حركه بتخلينا نشد عضلات المعده؟ اسمها بلانك، رح اعملها قدامكم. هذه هي البلانك، هي حركه شوي صعبه بس هين تنفيذها، بده يكون جسمي كثير جالس، رقبتي جالسه، ظهري من هون كمان كثير جالس، ممنوع اعمله كوربه، وبده يكون شدد كل جسمي، يلي فيهم الاشخاص يوصلوا للدقيقه بهيدي الحركه كثير منيح، لانه هيدي الحركه بتشد عضلات المعده من فوق من تحت، مثل ما بنعرف غدا انه المعده في upper and lower، هيدي الحركه البلانك هي بتشد عضلات المعده من فوق ومن تحت، بدنا نعملها ثلاث جولات، انا اكيد رح اكتفي بكل حركه جوله جوله، انتم الاولاد عملوهم ثلاث جولات وارتاحوا بس نص دقيقه بين جوله وجوله او بين ست وست. سو اول حركه هي البلانك، ثاني حركه بتشد عضلات المعده من تحت يلي هي leg raises. كمان لازم نايم على الارض بحط ايدي تحت الفاس لمشان احمي شوي ظهري، اجري بدهم يكونوا ستريت، رقبتي على طول على الارض لانه السباين لازم يكون جالس. سو بطلع وبنزل اجري قد ما فيهم بدهم يكونوا ستريت، ممنوع دق بالارض ابدا. نعملها تقريبا حوالي 30 مره اوكي، وبنرتاح نص دقيقه بين ست وست وست، بنعيده ثلاث مرات. سو هيدي اول وحده اللي هي اسمها leg raises يلي هي بطلع اجري وبنزلهم مع بعضهم. رح انتقل دغري لثاني حركه، برجع بقول لكل المشاهدين انه لازم تعدوهم ثلاث جولات كل حركه من اللي انا هلا عم بعملها قدامكم. ثاني حركه اللي هي بنسميها سيزو اوكي، كمان اجري بده يكونوا ثابتين، نعمل بهيدي الطريقه اوكي، قد ما فينا ما لازم نعلي لفوق غلط، لازم نضلنا تحت تضل عضله المعده مشدوده اوكي. فينا نعمل كمان ان اند اوت، هيدي حركة التالتة. مثل ما لاحظتوا في كتير حركات للمعدة وكلهم هول سيف لأنه ما عم بعمل بندنج بوزيشن، ما عم بطعش ظهري أوكي. فيها نعمل سيركل يعني بيكونوا إجري حد بعضهم، ببرم فينا أبرمهم يمين وفينا أبرمهم شمال. لكن نحن لحديت هلا بنكون عملنا حركات للمعدة، أنا كسبورتس ماديسن إجمالا للأشخاص اللي عم بيقولوا إنه للاشخاص اللي عم بيقولوا ليه ما عملنا كرانشز او سيت اب، نحن ما بنعطي حركات فيهم تعجيد للظهر، بنجرب قد ما فينا نتجنبهم، سو بنتفق بالبلانك وبالحركات اللي اعطيناهم للمعده. هلا هيدا هول هن الحركات يلي بشدوا الاماكن اللي بيتراكم فيها الفات بالمعده، شو هن الحركات اللي فينا نعملهم؟ مشان نشد الاماكن بيتراكم فيها الفات بالفاس وبالورك. بنبلش باول حركه
هذه الحركه رح تشد العضلات الفخذ من هون والوراك، بدها تكون اجري كثير ستريت. رح اطلع لهون وانزل، رح اطلع وانزل، اطلع وانزل، ما بقى عندنا كثير وقت، سو رح سرع فيهم. هي اول حركه، هيدي ثاني حركه. اوكي، هول كلهم لازم تعملوهم تقريبا 30 مره. اوكي، فينا نعمل كمان سيركلز. اوكي، في عندنا حركه كثير مهمه هي للفاس، يلي هي اسمها بريدج او جسر بالعربي. كمان بتحرك حركات الفاس من ورا، بطلع بشد على الاخير وبنزل، بطلع وبنزل. هيدي اول فيرسيون. ثاني فيرسيون اجري بتكون ثابته، بطلع لفوق وبنزل، بطلع وبنزل. في نعمل كمان ان واوت، يمكن بعد معنا وقت نعمل حركه وحده. اوكي، لكن مش عم بقول لكم عم نعملون بسرعه لانه ما معنا كثير وقت، انتم لازم تعملون 30 مره كل حركه. هيدي هي ثاني حركه، بقعد بهيدي البوزيشن. اوكي، بدي اطلع، مثل ما لاحظتوا رح اشتغل هلا على الفاس والهامسترينجز او الفخذ من ورا، بطلع وبنزل، بطلع وبنزل. ثاني فيرسيون هي بمد اجري. اوكي، فينا كمان نعملها سايد، بطلع وبنزل، بطلع وبنزل. تنصعبها شوي اكثر فينا نعملها سيركل. لكن هول هن الحركات يلي بتشد المناطق اللي بتراكم فيها الفات. برجع بقول بنشد المناطق وما بنحرق فات، ما نحرق فات، بدنا نعمل كارديو على الريق نص ساعه، فرد سحبه او اذا كنا اكلين 45 دقيقه. وهذا كل شيء. ميرسي لك ادوار، ميرسي كثير. بعتقد يعني اخذوا فكره عن جد مفصله اليوم، قد ما فيكم تتحركوا هلا ايامات صيف وطقس حلو وهيك، يلي ما قادر يعمل هالقد سبور يروح يمشي على البحر او بجبل، هيدي اقل الامور يلي ممكن انكم تعملوها. خلونكم، خليكم معنا مشاهدينا، رح ناخذ بريك ونرجع نتابع.